هذه هذا استرق السمع، لأنه كنا تناولنا الموضوع هذا. وهو شوف، احنا اولا ما كانش وهر نبرك، احنا عندنا 4 مدن، وربما انتم لاحظتوا باللي في الايام الاخيره كان وقع خطا في حكايه انه الشان راح يتم تنظيمه في الكوت ديفوار، وهو كان خطا. وانا اتصلت شخصيا مع زميلي وزير الرياضه في ابيجان، وقال لي مجرد خطا، وحنا على بالنا باللي الجزائر هي اللي مسجله رسميا لتنظيم الشان في المدن المعنيه. هناك ريابيليتاسيون تاع لي ستاد المعنيين، هذا في البلون ا، وعندنا البلون بي، يعني ما حب يقول عندنا هياكل واحده اخرى في مدن اخرى واجده، معنى الجزائر واجده تماما لتنظيم الشان في جانفي 2023 ان شاء الله.